نقل موقع مسند للأنباء عن مصدر مسؤول في ميناء سقطرى قوله إن سفينة إماراتية تقوم بعملية شحن وتفريغ في ميناء محافظة أرخبيل سقطرى تحت حماية قوات ميليشيا الانتقال المدعومة إماراتياً. وأكد الموقع وفقاً لمصادر أن ميليشيا الانتقال عززت وجودها العسكري في الميناء وتعمل على إدخال حاويات تحت جناح الليل دون معرفة المواد الداخلة والخارجة من الميناء. أشار المصدر إلى استمرار عناصر ميليشيا الانتقال بمنع المدير العام للميناء رياض سعيد من دخول الميناء وممارسة عمله.